مرحبا، اسمي نيكولا دافش، أنا طالب سنة ثالثة في الجامعة الأمريكية في مادبا. افتتح جلالة الملك عبد الله الثاني الجامعة في شهر 5 عام 2013. هي جامعة غير ربحية ومسجلة في ولاية نيوهامشير ومعتمدة من وزارة التعليم والبحث العلمي وهيئة اعتماد الجامعة الأمريكية. تقدم الجامعة الأمريكية في مادبا 19 تخصص موزعين على 7 كليات، وحاليا توفر تخصص جديد ليتناسب مع سوق العمل الذي هو علم البيانات والذكاء الاصطناعي، ويكون دوام الطلاب 4 أيام في الأسبوع داخل حرم جامعي متعدد الثقافات. ويمكن للطالب أيضا الدراسة في الخارج عن طريق برنامج Study Abroad الذي يمكن الطالب من الدراسة في جامعات أمريكية أو أوروبية برسوم عالية. يتوفر لدينا في الجامعة الأمريكية في مادبا ملاعب رياضية متعددة مثل كرة القدم، كرة السلة، ملاعب تنس، وأيضا لدينا صالة مجهزة بأحدث الأجهزة وبركة سباحة نصف أولمبية يمكن للطلاب استخدامهم جميعهم في أوقات فراغ. الجامعة الأمريكية في مادبا لديها شبكة مواصلات حديثة مزودة بخدمة الإنترنت، بس إذا حابين تقدروا تيجوا على الجامعة بجمل، بس ممكن تتأخروا على المحاضرات.